تعالوا نشوف المكرونه النهارده اللي احنا عاملينها. طيب عندنا هنا مكرونه اهي بالشكل ده، ده الشكل اللي انا مختاره، احنا ممكن نختار اي شكل احنا عايزينه. عندنا طماطم شاري، بقدونس، وجبنه حلوم، جبنه كمان موتزاريلا، ممكن جبنه حلوم، جبنه فتة المتاح. عندنا كمان جبنه، يعني في ثلاث انواع كده جبنه، جبنه فتة، جبنه حلوم، جبنه موتزاريلا، ممكن نستخدم نوعين بس. تمام، عندنا بقدونس، عندنا طماطم، عندنا ثوم، عندنا زبده. خلاص، طيب هجيب الثوم كده. اول حاجه الثوم مع الجبنه الفته بيدوا طعم جميل جدا. فالسكينه فين؟ طيب ممكن نستخدم السكينه دي. طيب الثوم اهو، تمام. نحط ايه بقى؟ نحط الزبدة. الطماطم. مع الطماطم والزبدة على طول نحط ملح، ويا لو عندنا بقى ملح خشن يعني. احط بقدونس، ماشي، الثوم، الزبده، الطماطم الشاري، الملح، البقدونس، المكرونه، الجبنه الفته لحد ما تدوب، هي والموتزاريلا. انا بحب اشوح المكرونه الاول على فكره قبل ما احط الجبنه، بتديها طعم حلو قوي، المكرونه مع الزبده والثوم والطماطم والشاري الاول وبعد كده الجبنه. لو حطينا الجبنه المكرونه هتاخد طعم الجبنه بس، لكن لو عملنا كده هتاخد كل النكهات. فاضل بس ايه؟ الفلفل الاسود والجبنه الموتزاريلا اول ما الفته تسيح شويه. ماشي، الحلوم بقى هي اللي مش اساسيه، يعني الاساسي الفته والموتزاريلا. الحلوم هنحطها كده فوق الوش، عايزين تحطوها ماشي، مش عايزين، اهم حاجه الوصفه تبقى كده. على فكره بتتاكل دافيه او بتتاكل ساقعه وطعمها لذيذ وخفيف جدا. هحط لها برده حبه صغيرين قوي من الميه المغليه عشان تعمل لها صوص كده حلو. ميه مغليه، لبن، كريمه، يعني الثلاثه دول ينفعوا. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اخبار المكرونه ايه. خلاص كده عايزه اقول لكم، يعني انا هقفل عليها بس هسيبها هنا عشان ايه؟ تفضل سخنه عشان لما اجي اقدمها تبقى لذيذه. الموتزاريلا مع الفته، بصوا بصوا الصوص اللي طالع عامل ازاي.